بحث مشاركون من 8 دول تضم ألمانيا والمغرب وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والإمارات إضافة إلى الأردن الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر توليد الطاقة الكهربائية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفرص والتحديات الذي انطلق اليوم في الجامعة الأردنية. ويناقش المؤتمر على مدى 2 يوم أهمية تحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحوث في مجال الطاقة الكهربائية المستدامة، إلى جانب التركيز على أهمية المحافظة على استمرارية تزويد الكهرباء لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يشكل المؤتمر فرصة لإنشاء وتوطيد العلاقات مع الجامعات الألمانية والعربية وبدء مشاريع التعاون على المدى الطويل. يهدف هذا المؤتمر إلى البحث عن وسائل وطرق وتكنولوجيا لاستدامة توليد كهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نعرف إحنا خاصة في الأردن موضوع الكهرباء موضوع والطاقة موضوع كثير مهم، ونأمل إنه من خلال هذا المؤتمر إنه التغلب على المعيقات الفنية، وخاصة إحنا كثير نسمع إنه أحد المعيقات زيادة استخدام الطاقة المتجددة اللي هي إنه عدم قدرة تحمل شبكة الكهرباء على إنه على الربط على مصادر الطاقة المتجددة. كلنا نعرف إن الطاقة المتجددة بتولد كهرباء بنحطها في شبكات، إنما جزء كبير ما فيش فيه شبكات في الصحراء، فإذا كنت أنت في الصحراء فأنت محتاج مية للشرب ومحتاج نبات عشان تاكل، بنعمل ضخ للمية فمحتاج الطاقة المتجددة عشان تعمل ضخ للمية، بتطلع المية مالحة فعاوز تعمل تحلية للمية المالحة، بعد ما بتحلي المية المالحة بيطلع عندك معادن. فالتخصص الجديد إن أنا بستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وإنتاج المياه وإنتاج الغذاء